سليمان شاه، السادة يريدونك. لنرى ما القرار الذي اتخذوه. لن يكون قرارا سيئا، فما فعله كورد أوغلو ظلم، والسادة لن يسمحوا بهذا. أيها الخونة، إنه سيدنا. سامحنا يا سيدي، سيحاسبون على ذلك. هؤلاء خونة. أنت سيدنا، لقد تآمروا علي. سامحنا يا سيدي. ارجعوا إلى الوراء، أرجوك سامحنا. جميعا عاش سيدنا سليمان. أيها الخونة، اتركوا أيها الخونة، ابتعدوا عنه. ماذا ستفعلون؟ اتركوا سيدنا. اتركوا أيها الأولاد، ابتعدوا عنه يا خونة. هذا ظلم. لا تتقدموا. اتركوا سيدنا. اتركوا سيدنا يا خوانا. هيا الى الوراء. هيا. اتركوا سيدنا. سيدنا اتركوا سيدنا سليمان شاه. لا تتقدموا. لا تفعلوا بي هذا. يا ظلام. يا ظلام. خوانا. هيا الى الوراء. ابتعدوا جميعا. خوانا. انتم خوانا. 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 سيدنا سليمان شاه. اتركوا سيدنا. خوانا. خوانا. أيها الخونة، اتركوا. أيها الخونة، هيا خونة، هيا إلى الوراء. سيدنا هذا ظلم يا خونة. اتركوا سيدنا. اتركوا خونة. اتركوا خونة. اتركوا سيدنا. أيها الخونة، سيدنا سليمان. لا تتقدموا. سيدنا سليمان. سيدنا سليمان. هيا إلى الوراء. لا تتقدموا. اتركوا. أيها الخونة، خونة. أنتم خونة. أنت سيدنا. أنت سيدنا. سيدنا 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 سليمان شاه. سيدنا 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 هؤلاء خونة. اتركوا سيدنا. سيدي. سيدي. سيدنا سليمان شاه. أنتم خونة. خائن. اتركوا. يا سادة قبيلة الكاي، طالما أن سليمان وأولاده أحياء فلن تنعم قبيلتنا بالأمان، وما أريده هو أن يعدم سليمان وأولاده وبسرعة. يا إلهي، هذا لا يجوز. معقول؟ كيف سيتخذ القرار؟ لماذا يعدمه؟ وسوف ننفي عائلاتهم ونساءهم. ماذا يقول؟ كيف هذا؟ والله غير معقول. وأنا أريد أن أعرف رأيكم بهذه المسألة. من سيوافقه الرأي؟ غير معقول، هذا مستحيل. لا أبدا، أنا غير موافق. كيف سيعدم سيدنا؟ ما أفهمه من صمتكم أنكم جميعاً معي في الرأي. تكلم يا سيد أكديمير، أعتقد أنك تؤيدني. سليمان شاه كان سيداً للقبيلة يا كورد أولو، وقد عمل جاهداً من أجلها، وفقد أحد أولاده وزوجته الأولى أيضاً للسبب نفسه. لم يرتح يوماً، لم نكن نحن مرتاحين فيه، ولم يضع عينه على رزقنا، ولم يأكل مالاً حراماً. هذا صحيح. هذا صحيح. لم نرى منه سوءاً. معه حق. أكديمير يقول الصواب. نعم وأنا أشهد. هذا صحيح. صحيح. أكديمير معه حق. وكون دوغدو والسيد أرطغرل هكذا أيضاً. ما أريد قوله أنه لا يستحق الإعدام على ما فعله، والأفضل الآن نفيهم جميعاً. هذا صحيح. هذا رأي صائب. كلامه معقول، لكن لنخبرهم أنهم إن عادوا إلى هنا فسيقتلون من دون رحمة جميعاً. صحيح، رأي معقول. هذا أفضل. كلامه صحيح.
هذا أفضل من أن نعدمه. لم يفعل شيئاً. الأفضل أن يتم نفيه. الرحمة من خصالنا، لكن من أجل سلامة القبيلة فإن ترك هذه الخصلة هو من واجبي كسيد لكم، مع أن قلبي ينفطر وأتألم. فسليمان أخي بالدم وصديقي وروحي، وجندق دوار طغرل كبيرة على يدي، ومثل هذا القرار صعب علي أكثر مما هو صعب عليكم. لكن طالما أن هذا رأيكم فسأحترمه. شكراً لك. أدخلوا سليمان شاه. السيد كورد أوغلو بالتصوير. أسيدنا قوانا سليمان شاه. سيدنا سليمان شاه. سيدنا سليمان شاه. سيدنا سليمان شاه. سيدنا سليمان شاه. أيها الخوانا سليمان شاه. سيدنا سليمان شاه. أيها الخوانا إنه سيدنا. يا خونة هذا ظلم. ماذا في تفعلون؟ اتركوا سيدنا. اتركوا سيدنا يا خونة. اتركوا سيدنا سليمان شاه. اتركوا. لا تفعلوا به هذا. يا ظلام. يا ظلام. خونة. خذوا الرجل. خونة خونة خونة. اتركوا سيدنا. خونة خونة. قتلك أيضا يا يابس. سيدنا ظلم يا خونة. اتركوا سيدنا. اتركوا سيدنا. أيها الخونة. سليمان، صدر القرار بحقك أنت وعائلتك، وقول هذا القرار أمامك هو مهمتي. أنت وعائلتك سوف يتم نفيكم غدا من القبيلة، لكن إن فكرتم بالاقتراب من المخيم فستقتلون حيث نراكم ومن دون رحمة. ألديك ما تقوله؟ القول مهما كان يقال للبشر فقط كورد أوغلو. لكن سأقول لك شيئا، قد مر على الدنيا فرعون، ومر النمرود، ومر أبو جهل، لكن من يحملون دعوة إبراهيم كانت لهم الغلبة. وليعلم الجميع فإن قتلنا شهادة، ونفينا من هنا هو هجرة، وإن سجننا خلوة. الحمد لله على قدره. سليمان، غدا وبمرافقة المحاربين سنرسلكم إلى قبيلة كوركوت. نرجو الله أن يكون في العون. آمين. آمين. خذوه.
خيرا سيدي، أصدر القرار؟ حدث ما توقعت. فسادة لم يقتنعوا بقتل أنا وأولادي. الحمد لله، لكن سوف ينفوننا، وأظن أنك ستشاركنا هذا النفي. الحمد لله سيدي، وليكن قدركم قدرنا. وإلى أين سنذهب؟ قبيلة كوركوت شقيق هيمة. كورد أوغلو لن يعجبه قرارهم، يخاف أن نتحد مع كوركوت ونهجم عليه كي نستعيد السيادة. غالبا لن يدعونا نصل إلى قبيلته دلتمير. كلامك صحيح، إنهم يخططون لشيء آخر. بوناي غوندوبدو، أنت بخير؟ نعم يا أبي. سمعت حكم السادة، قد صدر قرار قتلنا في الطريق، يجب أن نهرب وبسرعة، وإلا فلن يقتلونا وحدنا بل والنساء أيضاً.